هي بتأتي استكمال ليوم أمس اللي احنا حضرنا فيه في الجزيرة 4 لجان. النهاردة كانت لجان جديدة، بالإضافة لأن كابتن محمد الخطيب تفقد كل الإنشاءات اللي بتتم في النادي الأهلي، دخل حمام السباحة، عمل تشيك على الأولاد اللي موجودين وراحتهم في بطولة القاهرة اللي موجودة. بعد كده عقدنا اجتماع أولي كان مع لجنة القدرات الخاصة ذوي الهمم زي ما احنا بنطلق عليها وبيطلقوا عليها إخواننا في الإمارات، ومع لجنة الرواد، ودي بتهم برضو قطاع كبير جدا من عائلة النادي الأهلي. تدارسنا برضو في ما تم في المرحلة السابقة، بدأنا نحط الخطط للمرحلة القادمة وهتعرض على الكابتن محمود الخطيب لمتابعة التنفيذ في أول سبتمبر إن شاء الله. أعقبها بعد كده اجتماع بلجنتين أنا شايف منهم اللجان المؤثرة جدا 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 في النادي الأهلي، اللجنة الثقافية برئاسة الأستاذ خالد جلال نجم كبير مفيش شك، ولجنة الرحلات وكان مقرر الأستاذ راضي. استعرضنا برضو قد إيه إحنا قدمنا خدمات وخصوصا في لجنة الرحلات. لو أقدر أقولك إن إحنا في خلال شهرين تقريبا، لأن لو إحنا يعني تجاوزنا عن فترة شهر رمضان والأعياد، إحنا خدمنا 1413 فرد في النادي الأهلي. اللجنة الثقافية حطت برامج كتير جدا جدا جدا، أعتقد أن كل أعضاء النادي الأهلي بمختلف مراحلهم السنية هيشعروا بيه. والله هو كان تأكيد في اجتماعات الأمس واليوم على دور اللجان وتواجدهم بين الأعضاء ومحاولة تلبية رغباتهم وطموحاتهم، تنمية قدراتهم، تفاعلهم مع برنامج عائلة الأهلي. ده كان كابتن محمود الخطيب بيأكد عليه، ويمكن ده كان برضو الدور اللي استحدثت من خلاله اللجنة العليا، لأن احنا برضو بنمثل حلقة وصل ما بين اللجان المختلفة اللي كانت موجودة قبل كده في النادي الأهلي والإدارة التنفيذية متمثلة في المدير التنفيذي والمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة. بنتابع الخطط، بنشرف على الأكشنز نفسها، وفي نفس الوقت بنقدم تصوراتنا وبنحولها إلى ميزانيات تقديرية كمان لإدارة النادي الأهلي. لجنة الرواد هي مسؤولة عن كل من هو فوق الستين في النادي الأهلي، فبالنسبة يمثله في عائلة النادي الأهلي الأب والجد، يمثلوا في عائلة النادي الأهلي الأب والجد. بنهتم بالفئة العمرية هذه في ثلاث محاور: المحور الرياضي والمحور الاجتماعي والمحور الثقافي. المحور الرياضي عندنا نشاط رياضي مناسب لهذه الفئة العمرية 3 أيام في الأسبوع في كل من مقر النادي بالجزيرة وفرعية في مدينة نصر والشيخ زايد. بنعمل مسابقات سنوية لجميع أعضاء النادي في ألعاب المشي والسباحة والتنس الأرضي وتنس الطاولة والشطرنج والدومنة والطاولة، عشان نختار الفائزين الأوائل اللي هيمثلوا رواد النادي الأهلي في المهرجانات الرياضية اللي بتمثلها الأندية الأخرى. ده بالنسبة للنشاط الرياضي. النشاط الاجتماعي بنعمل إفطار شهري في كل من مقر النادي بالجزيرة وفرع النادي بالشيخ زايد وفرع النادي بمدينة نصر، بنحتفل بمواليد هذا الشهر. بنعمل تبادل زيارات مع الأندية، فعملنا زيارات تبادل زيارات مع الأندية حتى الآن مع نادي الشمس، نادي الزهور، نادي المعادي، نادي مدينة 6 أكتوبر، نادي هوليوبلس، نادي الجزيرة الرياضي. برنامج عائلة الأهلي هو إحنا جزء من العائلة، اللي هو زي ما حضرتك قلت لك الأب والجد. فكل اللي أنا بتكلم عليه الأنشطة دي للأب والجد، خدت بال حضرتك؟ فنفس الحكاية بنعمل تبادل زيارات مع الأندية، هم بيقولنا يعني رواد الأندية بنزورهم هم بيقولنا. أفندم اجتماع بالكابتن الخطيب النهاردة هو رئيس هذه العائلة، كابتن محمود الخطيب هو رئيس العائلة، فكان قاعد النهاردة بكل حب بكل أريحية وبكل إخلاص للعائلة، لأن احنا جزء من العائلة. بيناقش المشاكل بتاعتنا، ايه الصعوبات اللي احنا بنواجهنا، ايه الافكار اللي احنا هنعملها في البرنامج يعني في 3 شهور القادمه، وقدمنا تصور لسيادته يعني واثنى عليه، وان شاء الله احنا مستمرين لخدمه اعضاء النادي الاهلي. وشكرا لكم. وطبعا فكر في تطوير كتير وتحرك ايجابي كتير مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، انه احداث النادي الاهلي وروحانيات النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي لابد ان تقنن وتمشي في القنوات الشرعيه اللي موجوده فيه. فاول خطوات ان هو بيلتقي مع اعضاء اللجان 7 اللي موجوده في النادي الاهلي، وعددهم يعني كل لجنه ما بين 7 و13 واحد، دول بيمثلوا الجمعيه العموميه المصغره من اعضاء النادي الاهلي. بيعرض عليهم سياسة النادي، خطوات العيلة، كيفية تنفيذ الرؤى اللي اللجان بتقولها عشان تتنفذ. وتبادلوا النهاردة كان اللجان لجنة الاحتياجات الخاصة ولجنة الرواد، كل رئيس لجنة قال أدلوا ودلوا عمل إيه في الفترة 2 أشهر اللي فاتت، وطلب منه أنه
يقول خطته من 1/6 لغاية 30/9 1/7 لغاية 30/9 على أساس الربع الثاني من السنة. يقول خطته إيه اللي هيعمله وإيه اللي عمله، وطلب من اللجان إنها ستشارك. كابتن محمود الخطيب أعلن إن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي أو شكت 80% منها على الانتهاء، وإنها تتعرض على القاعدة. المقصود بالقاعدة اللي هي الجامعة العمومية، المقصود هي مجلس الجامعة العمومية اللي هي اللجان دي، وعلى كل لجنة إنها تؤمن وتدبر باقي أعضائها لكي تدلو بدلوها في هذه اللائحة. أنا فخور بهذا التكليف يعني، وأنا عضو النادي الأهلي من ساعة ما اتولدت، وبالتالي في كل مراحل حياتي بكل التاريخ العظيم للنادي الأهلي ده، أول ما يعني طلب مني إن أنا أكون موجود في اللجنة الثقافية وفي عهد كمان كابتن محمود الخطيب ده، يعني اللي أنا بعتبره أسطورة أساطير الكرة المصرية والرياضة عموما، مش بس مهاريا لكن كمان أخلاقيا. فالانضمام لفريق عمل هذا الرجل العظيم شيء عظيم، والانضمام لفريق عمل النادي الأهلي ده اللي هو القلعة الكبيرة اللي كلنا تربينا جواها دي، حاجة شيء مشرف وشرف لكل واحد يعني في الواقع، انه يدي من وقته لخدمة نادي ده شرف كبير جدا. فأنا يعني سعيد بالمنصب ده جدا، وسعيد بان انا هعمل خلال الفترة الجاية لخدمة ابناء اعضاء النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. النهاردة كنا بنتكلم مع الكابتن محمود فكرة انه اللجنة الثقافية مش بس مهمتها تعمل يعني حفلات غنائية وحفلات وندوات وكده، لكن كمان ايضا مهمة من المهام الكبيرة اللي كلفني بها الكابتن محمود الخطيب، باعتبار ان انا مسؤول عن مركز الابداع الفني في وزارة الثقافة. فبالتالي اكتشاف المواهب ده، فإن احنا نبحث عن أبناء أعضاء النادي من الموهوبين جدا في مجال الغناء والتمثيل وكده، علشان يبقى عند النادي الأهلي كمان مش بس نجاح رياضي لكن كمان نجاح ثقافي وفني وأخلاقي. ممكن ننشئ جيل جديد كامل من الناس اللي بتستوعب الفنون وبتستوعب الثقافة بشكل كبير، زي ما احنا بننشئ أجيال كبيرة جدا من الرياضيين في مصر. بالنسبة احنا النهاردة اللي جانا النهاردة، احنا بنتكلم على لجنتي انا كلجنة النهاردة، ان احنا النهاردة بنبتدي نعمل استقصاء عن طريق الاعضاء، بنشوف الحاجات اللي هم طالبينها ايه احتياجاتهم. يعني عندنا لجنة الرواد بيبقى فيه رحلات خاصة ليها بتنفذ، لجنة المرأة احنا التعاون بيتم على اساس ان في الاخر اللجان دي هي متواصلة مع الاعضاء، فمن خلال التواصل مع اللجان نفسها بتبقى القاعده نفسها بتكبر، اللي هو مفروض ان هو هدف البرنامج بتاع عائلات الاهلي. فاحنا اللي بيعمل ان احنا بيبقى تكاتف او علاقه ما بيننا وما بين اللجان الاخرى، بالاضافه ان احنا برضو بنوسع القاعده عن طريق الاعضاء نفسها، نشوف الاعضاء برضو رايهم ايه، ميولهم ايه، عايز يروح فين. احنا بنشتغل بناء على افكار الاعضاء مش على افكارنا احنا، يعني احنا بنعرض عليه انت عايز تعمل ايه، احنا بنجهز اللي هو طلبه، مجرد اللي هو بيطلبه نبتدي احنا نقعد ونبتدي نفكر، وبنشوف بقى نعمل مفاضله ما بين الاسعار في الفنادق وبالنسبه للنقل السياحي، بنوصل لافضل الاسعار وافضل الخدمات، طبعا راحه الاعضاء في الاخر خالص وبتكلفتها. يعني برضو البرنامج عائله الاهلي بيضم مجموعه من اللجان بتمثل يعني زي الانشطه الخاصه بكل اعضاء النادي الاهلي في مختلف المجالات، الا ان انا عايز اوضح لحضرتك ان اللجنه اللي هي لجنه التوعيه والاحتياجات الخاصه لجنه مستحدثه، لجنه جديده ما كانتش موجوده قبل كده في تاريخ النادي الاهلي، هي بتهتم بكل ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كان بيتقال عليهم ذوي الاعاقه، لا احنا هم ليهم بعض الاحتياجات الخاصه اللي بتعمل على دمجهم مع المجتمع. الاجتماع النهارده كان مجدي جدا، كابتن محمود زي ما انت عارف بيهتم بالتفاصيل، حط برنامج عمل للفترة اللي جاية وبرنامج رؤية مستقبلية أيضا لهذه اللجنة. اللجنة هتهتم بتقديم خدمات سيان في أنشطة الرياضية أو الأنشطة غير الرياضية الخاصة بمختلف أنواع الإعاقة، حوالي 12-13 نوع من أنواع الإعاقة، هتقدم لهم خدمات على أعلى مستوى مع كل مؤسسات الدولة داخل مصر، وأيضا حتى هننشد العالمية في بعض الأفكار اللي هنجيبها عشان نتداولها ونطبقها في النادي الأهلي. الفكرة الأساسية هي أن احنا بنعمل على دمج
هؤلاء الناس مع المجتمع عادي بحيث ما يكونش فيه أي فروق، سواء حتى في ممارسة الرياضة أو حتى في غير ممارسة الرياضة. يعني في فكر حديث للدمج وتقديم خدمات النادي الأهلي هيعملها على مستوى المنطقة، وبنسعى أن احنا نحصر زي ما معروف مثلا على سبيل المثال أن في حوالي 13.5-14 مليون معاق في مستوى في جمهورية مصر العربية. احنا هنحاول نعمل عملية حصر عن طريق استمارة علمية مقننة معدة لهذا الغرض، عشان نعرف في خلال من مجتمع النادي الأهلي إيه اللي نقدر نعمله. خدمات هتتوسع على فرع الشيخ زايد مدينة ناصر، أيضا الفرع الأم في الجزيرة. كل الخدمات هتتقدم للناس، مش بس الأولاد زياد وأولياء أمورهم، وهيكون في عندنا محاضرة قريبة قوي على ورشة عمل كبيرة على مستوى كابتن محمود مهتم بيها، وأوصى بأنها تتعمل لها كل الإمكانيات. هيكون بيلقيها أو بيحضرها وبيتنقل فيها على الشغل الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية مصر العربية، وده راجل له ما له طبعا في هذا المجال. مش بس كده، كل الخدمات اللي تتخيلها هتتعمل للأولاد بتوعنا في النادي الأهلي.